التي انقطع عنها الماء، والفلاح ينتظر المطر من السماء ويتأخر، هذا يتأخر المطر إلى أن يأتي مطر، ويأتي مطر كثير، تشبع الأرض وتشرب الماء، ويفرح الفلاح وينتظر بركة الزرع والخير الكثير في ذلك الموسم. هكذا يبقى المسلم 11 شهرا كأنه بلا مطر، كأن زرعه بلا ماء. يوجد حبوب، يوجد أرض، يوجد فلاح يزرع، لكن باقي الماء، باقي المطر. سبحان الله، 11 شهرا المؤمن ينتظر هذا المطر. المؤمن، المؤمن الفاهم، لهذا من شهور اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا، لأنه يعرف هو عطشان ينتظر هذا المطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أقبل عليكم شهر عظيم فيه تفتح أبواب السماء، أبواب الخير، وينادى: يا باغي الخير أقبل، تريد الخير موجود، تعال، هذا موسم. ويا باغي الشر أقصر، هذا ليس وقتك ولا زمانك، أقصر. فيه ليلة، ليلة واحدة، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، يعني خير من العمر كله. عجيب. ولذلك المسلم ينتظر هذا الموسم، لأنه ظاهرا هو صائم، ظاهرا هو لا يأكل، ظاهرا هو لا يشرب، ظاهرا لا ينام، لكن حقيقة هو يأكل ويشرب وينام. سروره بعطشه أكبر من سروره بشربه. عجيب. لكن عندما يفهم أن شهر رمضان، ولذلك حرص المؤمنون على هذا الشهر العظيم، حرصوا عليه من أوله إلى آخره، حرصوا على كل شيء فيه، لأنهم أدركوا أن كل شيء فيه غنيمة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. هذا غير موجود في كل السنة، نوم، حتى النوم عبادة. عجيب. نوم الصائم عبادة، لأنه أثر العبادة، لأنه أثر الطاعة. ولذلك اللهم بلغنا شهر رمضان، عندما جاء شهر رمضان فرحوا به، عندما انتهى شهر رمضان صاروا يبكون عليه: الوداع، الوداع يا شهر رمضان، الوداع، الوداع يا شهر الصيام والقيام. عجيب. في شهر رمضان تتجدد صلة العبد بربه بالروح ليس بالجسد. في السنة كلها أنت مع الله جسد روح، لكن في شهر رمضان تتجدد العلاقة مع الله بالروح، لأنه لا طعام، لا شراب، لا دنيا، أنت بالجبر تسلك مسالك الزاهدين حتى تعيش ما عاشه أهل الزهد، وهو زهد العبد بهذه الدنيا بحلالها. في شهر رمضان يزهد بحلالها،
الزاهدون أول ما يبدأون بالزهد يبدأون بالزهد بالحرام، يزهد بالحرام ويكتفي بالحلال، إلا بعد ذلك درجات الزاهدين تصل إلى مقامات أن يزهد بالحلال ويزهد بالمباح، يزهد إلى أن ما يبقى له إلا ربه هو والله. في شهر رمضان أنت ما تزهد في الحرام، الله يأمرك أن تزهد بالحلال، إذا أنت زهدت بالحلال هان عليك الزهد بالحرام. الحلال الذي لا يوجد مانع أنت صار عليك حرام. الماء، هذا الماء ماء زمزم حرام تشربه مثل الخمر، كما الخمر حرام ماء زمزم حرام. الله أكبر. الماء حرام، نعم صار حرام، حكمه مثل الخمر، هذا حرام هذا حرام. الله أكبر. الطعام، الرز الخبز حرام مثل الخنزير. تربية بجبر، الله يريد أن ينظف هذه الروح، لأن ما يكدرها إلا هذه الشهوات. كل مصائبنا، كل مشاكلنا، كل ذنوبنا، كل من الشهوات. في شهر رمضان أنت بالجبر الله يمنعك عن هذا لكي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بالروح. لمن يفهم، ولا يفهم أحد إلا بمفهم، لا رشاد إلا بمرشد، ولا تربية إلا برب مربي، ولا هداية إلا بهادي. ما اهتدى المهتدون إلا بأن سخر لهم الله سبحانه وتعالى هداة من أصل اهتدوا هداة مهديين، قد اهتدى على يد هادي، وذلك قد اهتدى على يد هادي، وهكذا سلسلة شريفة عطرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل التصوف يقولون وحتى رسول الله، لكن أدبا يستحون من هذا الكلام، لكن بينهم يقولون هذا الكلام. حتى رسول الله كان جبريل مرشد له. سنة الله في خلقه، لكن أدبا ما يقولون هذا الكلام، يستحون منه، بأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام جبريل. لكن ولذلك قال المشايخ، قال التصوف، ربما مريد أعلى درجة عند الله من شيخه، وما الشيخ إلا خادم لكي يوصل هذا المريد إلى درجته الحقيقية. وبعض المشايخ توسل إلى الله بمريدين. لا تصل إلى هذا الفهم الذوقي في صيامك إلا بمفهم. وهذا الفقه الحقيقي كما يقول الإمام الغزالي، الفقه فقهان، فقه العبادات والأحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح، الفاسد والباطل والصحيح والمحظور، الأحكام الفقهية هذا فقه. والفقه الحقيقي هو فهم الشرع للوصول إلى غاية الوجود، وهي العبادة الصحيحة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس، هذه الغاية، إلا ليعبدون. غني، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، هذه حكمة من حكم السياق. نعم.